ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة أحمد أطيب النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي ورئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة. أهلا بك معنا دكتور أحمد. وما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب على إقرار هذا القانون داخل الكنيسة الإسرائيلية؟ طبعا هو هذا قرار إسرائيلي بامتياز، وهو ناتج عن ائتلاف وحكومة هي الأكثر تطرفا ورفضا لفكرة التسوية. ولكن هذا القرار ما كان ليتم التصويت عليه واتخاذه وطرحه لولا خطاب الرئيس الأمريكي ترامب في موضوع القدس. ولذلك في هناك علاقة مباشرة عضوية وتكامل بين موقف الرئيس الأمريكي ترامب وبين هذا التصويت اللي بادر إليه حزب الاستيطان، حزب البيت اليهودي والزعيم نفتالي بنت بموافقة بنيامين نتنياهو، وصوت عليه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. بمعنى أنه هذا التزامن ما بين قرار مؤتمر الليكود قبل عدة أيام يوم الأحد بالتوصية بضم المستوطنات للقانون الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وهذا القانون ما يسمى القدس الموحدة، هي إمعان بقتل كل إمكانية للتسوية، قتل فكرة حل الدولتين التي يطالب فيها المجتمع الدولي أو طالب فيها المجتمع الدولي. اللهم إلا أن الإدارة الأمريكية مؤخرا لا تطالب بهذا الحل وتعطي بيد إسرائيل ذاته على أي شكل حل يمكن أن يطرحه الجانب الفلسطيني أو المجتمع الدولي. ولذلك نحن ننظر إلى هذا القرار ضمن هذا الإطار الذي فرضه موقف أمريكي لإدارة أمريكية جديدة. طيب برأيك ما هو القرار المنتظر من السلطة الفلسطينية بعد تصويت الكنيسة على هذا القانون؟ المتحدث مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث قال إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ربما يبحث إلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل. هل تتوقع ذلك دكتور أحمد؟ المجلس الفلسطيني سيلتئم في 14 يناير، لكن ما من شك في أنه هذا القرار هو جزء من توجه عام. يعني لا شيء يفاجئ في قرارات هذه الحكومة، ولكنه يرسخ موقفا يقول لا أريد أي تسوية مع الجانب الفلسطيني، أنا أفعل ما أشاء لأنني الاحتلال، لأنني الأقوى، إلى آخره إلى آخره، وبدعم من الإدارة الأمريكية أو بغض النظر عن هذه المواقف أو بتنسيق مع الإدارة الأمريكية. ما من شك في أنه إبراز أن ذلك مخالف للقانون الدولي وإبراز جرائم الحرب والمقاومة الشعبية الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها يجب أن تتكاتف لتصبح رداً على هذا الإمعان في قتل التسوية وعدم إنهاء الاحتلال، بل تكريس هذا الاحتلال وتعميقه وتوسيع الاستيطان في كل الضفة الغربية وتحديداً في القدس. نعم، ابقى معنا دكتور أحمد. سأعود إليك دكتور أحمد، لكن دعنا نتحول إلى ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من رام الله، دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك معنا دكتور مصطفى، وبرأيك ما هو رد الفعل المناسب من السلطة الفلسطينية بعد هذا القانون الذي تم إقراره داخل الكنيسة الإسرائيلية؟ تحية لك وللأخ أحمد الطيبي، وكل عام وشعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية بخير إن شاء الله. أنا أعتقد أنه حتى نفهم ما يجب أن تكون ردود الأفعال يجب أن ندرك المغزى الحقيقي لما يجري. المغزى الأول أن الحركة الصهيونية في إسرائيل بغض النظر عن مكوناتها، ليكود، عمل، نفتالي بنت، المستوطنين، هاي الحركة الصهيونية تنفذ الآن في الضفة الغربية ما نفذته في أراضي 48. هاي الحركة الصهيونية لا تؤمن بحلول وسط، وإنما تخادع، تلعب بالكلام زي ما عملوا في عام في 48، ادعوا أنهم موافقين على قرار التقسيم ولم يكونوا موافقين عليه.
استغلوا الوقت حتى واستغلوا المذابح التي قاموا بها ضد الشعب الفلسطيني لتهجير 70% منه كي يهودوا أراضي 48. كانت 84% من أراضي 48 كانت ملك للفلسطينيين، الآن لا تتجاوز هذه الملكية 3.5%. الآن يريدوا أن يكرروا في الضفة الغربية نفس المشروع، وإذا خلصوا على الضفة الغربية سينتقلوا للأردن. الحركة الصهيونية هذا هو مضمونها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إسرائيل قررت أنها لا تريد دولة فلسطينية مستقلة، ولا تريد حل وسط، ولا تريد حتى حكم ذاتي فعلي للفلسطينيين. إسرائيل تريد دولة أبارتايد، وما خلقته الآن على الأرض هو نظام فصل وتمييز عنصري أسوأ مما كان قائما في جنوب إفريقيا. بالتالي النقطة الثالثة أن إسرائيل بأفعالها وترامب بقراره أزالوا وهم كبير لا ربما لم يكن موجودا عندنا، نحن عرضنا اتفاق أوسلو منذ توقيعه، ولكن كان هناك وهم لدى بعض الفلسطينيين ولدى قيادات فلسطينية أن المفاوضات قد تؤدي إلى حل، أن أوسلو قد يؤدي إلى قيام دولة مستقلة. هذا الوهم انتهى، مات، لم يعد له وجود. يعني ليس هناك إنسان عاقل يمكن أن يواصل الحديث عن اتفاق أوسلو. لذلك إذا فهمنا هذه الثلاث عوامل معا، أن هذه هي الحركة الصهيونية وهذا نظام أبارتايد والوهم زال، لابد أن يكون رد الفعل. لكن دكتور مصطفى، التلويح بإلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل طبقا لما صرح به اليوم نبيل شعث، هل هذا أمر وارد؟ هذا لا يكفي. أنا آمل أن يتم ولكن لست متأكدا. أنا أريد أن أقول أنه إذا أردنا أن نغير الواقع يجب أن نعيد تركيز الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بشكل مختلف، يجب أن نتبنى استراتيجية وطنية مختلفة عما ساد في 25 عاما الأخيرة، والذي لم يكن سوى مفاوضات استغلتها إسرائيل كغطاء للتوسع الاستيطاني. علينا أن نتبنى استراتيجية وطنية هدفها المركزي تغيير ميزان القوى مع إسرائيل. ما هي ملامحها؟ وذلك عبر المقاومة الشعبية، عبر بقاء عبر المقاومة الشعبية أولا، هذا المحور الأول. المحور الثاني، تعزيز الصمود الفلسطيني على الأرض وبقائنا. ثالثا، إزالة هذا الانقسام البغيض وتشكيل قيادة وطنية موحدة فلسطينية وتتبنى استراتيجية موحدة فلسطينية. رابعا، إعادة بناء التكامل بين مكونات شعبنا في الداخل في 48 وفي الأراضي المحتلة وفي الخارج، وهذا عملية إعادة بناء التكامل تجري الآن، لأنه الفلسطينيون يشعروا أن هناك جامع مشترك بينهم. إذا وفرنا هذه العوامل معا وجمعناها مع حركة مقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل فعالة وقوية، حركة BDS التي تنمو وتتعزز، عندها نستطيع أن نغير ميزان القوى ونسقط نظام الأبارتايد والتمييز العنصري. إنما المجلس المركزي يجب أن يأخذ قرارات، أولا يجب أن تنفذ قرارات اتخذها المجلس المركزي ولم تنفذ، على رأسها وقف التنسيق الأمني. بعد كل اللي جرى شو له معنى يبقى شيء اسمه التنسيق الأمني؟ على رأسها أن تتم إحالة مجرمي الاستيطان وعلى رأسهم نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية، هذا الأمر اتخذ فيه قرار ولم ينفذ. على رأسها أن يتم تبني استراتيجية المقاومة الشعبية الشاملة وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. إذا لم يجري ذلك سيظل الجانب الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة وإسرائيل ممعنة في عمليات تغيير الأمر الواقع على الأرض. دكتور أحمد الطيبي، ما رأيك فيما طرحه دكتور مصطفى البرغوثي؟ نحن نقول نفس الشيء، بمعنى أنه يجب إعادة النظر في كل ما حصل في العقدين الماضيين، لأن النتيجة هي الحكم. النتيجة تقول أن ما كان في الماضي لم يؤدي لا إلى تحرر وطني ولا إنهاء الاحتلال. أمامنا احتلال ممعن في رغبته، ليس فقط في تكريس الاحتلال وإنما في توسيعه، وأنا أتفق هنا مع الدكتور مصطفى. الشيء الثاني، أننا لم نستغل أدوات موجودة لدى كل شعب وتحديدا لدى الشعب الفلسطيني، وهو رغبته في أن يقاوم شعبيا. المقاومة الشعبية لم تنتشر ولم تستعمل كأداة. كان في هناك بعض النماذج من المقاومة الشعبية
نجحت. مثلا صمود الفلسطينيين في باب الأسباط بعد نصب البوابات الإلكترونية أمام رصاص شرطة الاحتلال وكذا، نجح، انتصروا هؤلاء الذين رابطوا وصمدوا وصمدنا معهم، والدكتور مصطفى كان معنا بالشارع. ولذلك أنا أقول أن هذه الأداة لم تستقل. الشيء الثاني تفعيل المجتمع الدولي بوتيرة أكثر. نعم هناك ناس مكسرون في هذا المجتمع الدولي، هناك من يغض الطرف على الاحتلال وممارساته، هناك من يدعم هذا الاحتلال، هناك من يقول أنه ضد هذا الاحتلال ولكنه لا يفعل ذلك. الآن في فرصة أننا أمام إدارة أمريكية مفضوحة في تحيزها الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وخطاب ترامب كان في تبني لرواية الاحتلال بالكامل، تبني لهذه الرواية. أمام ذلك يصبح الدور الأمريكي ليس جزءا من الحل، وإنما نؤكد على أنه جزءا من المشكلة. ولذلك في ضرورة لتوطيد العلاقة مع أوروبا وتفعيل هذا الدور الأوروبي وربما الدور الفرنسي أكثر، أمام ضرورة تقوية البيت الفلسطيني اللي هو ضعيف في هذه الفترة. البيت الفلسطيني ضعيف بسبب الانقسام وعوامل أخرى أيضا، كل البيت العربي أيضا ضعيف بسبب ما يجري، ولكن البيت الفلسطيني بحاجة لأن يكون أمتن وأكثر تراصا لكي يستطيع أن يواجه هذا المد من التوسع الكولونيالي، من الإمعان في ترسيخ الاحتلال وتقويته وتوسعته. هذا ممكن. الشيء الثاني، جنوب أفريقيا والأبارتات في جنوب أفريقيا هو نموذج، النضال هناك نموذج، مقاطعة الاحتلال هي أداة يجب أن تقوى. نعم مقاطعة الاحتلال هي أداة، كل هذا لم شكراً جزيلاً بالدرجة الكافية. شكرا جزيلا دكتور أحمد الطيب، النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي ورئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة. الحديث دكتور مصطفى البرغوثي عن أوسلو، هل من الوارد أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن مسار أوسلو دون وجود حالة من التوافق الداخلية وحالة حتى من التوافق الإقليمي؟ لعلي أذكرك بما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الفلسطينيين إذا تخلوا عن أوسلو فسيكونون بمثابة من يطلق النار على رؤوسهم. يعني أنت لا يمكن، لست بحاجة لأن تتخلى عن شيء ميت، يعني وعدم التخلي عن أوسلو يعني أنه بدنا ننام في المقبرة مع شيء ميت، بدنا ندخل في التابوت مع الميت وننام معه في المقبرة، هذا معنى التمسك بأوسلو. الآن أوسلو قتلته إسرائيل، مات انتهى. يعني شو معنى أنه إسرائيل تيجي تقول لك لا ممنوع التفاوض على القدس، وعشان نحكي في القدس بدك 80 عضو في كنيسة، وهذا مستحيل. هذا معنى أنه هو اتفاق أوسلو ينص، عشان أذكر بعض المشاهدين اللي بيعرفوش التفاصيل، اتفاق أوسلو كان ينص على أنه هذا اتفاق انتقالي مرحلي، وقضايا الأساسية الرئيسية الستة بما فيها قضية الاستيطان وقضية القدس واللاجئين والحدود والمياه ستبحث وتنهى في حلول عام 99، وهكذا بصير في حل. أجت 99 ما صارش شيء، وإحنا الآن في 2017، واليوم إسرائيل بتقول ممنوع تحكوا في اللاجئين، ممنوع تحكوا في الحدود، ممنوع تحكوا في موضوع الاستيطان، وبالمناسبة مش شيء ولا في القدس، ومش شيء جديد. أنا رجعت للأرشيف في عام 96، نتنياهو عندما وصل للحكم قال أنا أريد أن أضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. يعني نتنياهو مزق أوسلو منذ عام 96، اليوم قضوا عليه نهائيا ووضعوه في المقبرة. فكيف سيتمسك الفلسطينيون ولا السلطة الفلسطينية باتفاق أوسلو إلا إذا كان في حدا بده يقنعنا أنه من المفيد دبلوماسيا أن ننام في القبر مع شيء ميت وهو اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو انتهى، بس المهم أن تنهي السلطة الفلسطينية الالتزامات التي فرضت عليها في اتفاق أوسلو، وعلى رأسها إلغاء وإنهاء ووقف التنسيق الأمني بالكامل. أنا لا أريد أن نلغي ما حققناه بجهدنا وبعرقنا قبل أوسلو. إحنا بنينا جهاز تعليم وبنينا جهاز صحة وبنينا جهاز زراعة وبنينا مجتمع مدني، هذا يجب أن نحافظ عليه، ما لا نعطيه للإسرائيليين طبعا، وليس لهم أن يتدخلوا فيه.
ولكن الأمور التي تفيد إسرائيل وعلى رأس التنسيق الأمني يجب أن ينتهي. الالتزامات التي قدمت للولايات المتحدة بعدم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية يجب أن ينتهي. عدم الدخول إلى المنظمات الدولية يجب أن ينتهي. يجب أن ندخل إليها واحدة واحدة ونتحدى إسرائيل والولايات المتحدة هنا. شكرا جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام المسائية، نشكركم على تفضلكم بالمتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.